معكم محمود عبد الكريم في الحرة الليلة. عدد من الملفات، البداية من هنا من العاصمة واشنطن. فالدعم الأمريكي للعراق كان العنوان الأبرز لمباحثات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو. وزارة الخارجية العراقية أكدت بالتزامن مع هذه المباحثات أن العراق يرى في الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تحقيقا لمصالحه وسبيلا للابتعاد عن سياسة المحاور. زيارة الكاظمي تخللتها جولة ثانية من الحوار بين بغداد وواشنطن، وتأكيدا على أن التأسيس القانوني لهذا الحوار يستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي السابقة بين البلدين. فما الذي يعول عليه رئيس الوزراء العراقي في هذه الزيارة؟ وكيف سيسهم التعاون مع واشنطن في دعم حكومة الكاظمي في وجه إيران؟ يدرك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن خطته لاستعادة ثقة الإدارة الأمريكية وكسب دعمها لابد أن تخضع للاختبار. فالكاظمي يتطلع لدعم أمريكي واسع النطاق سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وهو في ذات الوقت يحاول لعب دور الوسيط بين واشنطن الداعمة للعراق حكومة وشعبا وطهران المهيمنة على مقدراته. الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت العراق كثيرا في الحرب ضد داعش وساعدت في اسقاط نظام صدام حسين النصر. نحمل على عمل علاقات مشتركة بين العراق وامريكا تعتمد على المبدأ الاقتصادي والمصالح المشتركة من اجل مستقبل افضل لشعب العراق ومستقبل العراق. لكن المعادلة صعبة للغاية في ظل الموقف الأمريكي الثابت بشأن التدخل الإيراني في الشأن العراقي وأنشطة الميليشيات الموالية لها في البلاد، والذي يدركه الكاظمي جيدا. لذا فقد استبق أي ضغوط محتملة قد يتعرض لها من حلفاء إيران في العراق أو من الإدارة الأمريكية بإبلاغه المسؤولين الأمريكيين بأنه رئيس حكومة مؤقت وأن ملف النفوذ الإيراني في العراق بحاجة لحكومة دائمة. وستكشف التغييرات في سياسة الحكومة العراقية بعد عودة الكاظمي لبغداد بشأن التعامل مع نفوذ إيران ونشاط ميليشياتها المسلحة عن مدى نجاح الكاظمي في الاختبار الأمريكي من عدمه. وقد تفضي هذه التغييرات إن حدثت إلى تصعيد جديد بين حكومة الكاظمي والميليشيات المدعومة من إيران، والتي صعدت من هجماتها على القوات الأمريكية في العراق خلال الأشهر الماضية. ويخشى النظام الإيراني أن يقطع الدعم الأمريكي لحكومة الكاظمي حبال نفوذه في العراق، كما يساور القلق المسؤولين الإيرانيين من أن تشكل زيارة الكاظمي لواشنطن تهديدا لهذا النفوذ. هشام برار مراسل الحرة في البيت الأبيض يتابع زيارة مصطفى الكاظمي للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه بالرئيس دونالد ترامب. هشام إليك، أهلا بك. طبعا محمود، إذا كان الكاظمي يأتي إلى هنا تحت ضغوط قوى سياسية وكتل حزبية تريده أن يطلب من الولايات المتحدة جدولة سحب قواتها من العراق، فذلك لم يحدث خلال هذا الاجتماع، خلال هذا اللقاء الذي استغرق حوالي الساعة والنصف هنا في البيت الأبيض بشقيه الثنائي مع الرئيس الأمريكي والموسع بين وفدي البلدين. العنوان الرئيسي كان صفقات النفط والغاز. الكاظمي يعود العراق بمجموعة من صفقات الاستثمارات التي توقفت المفاوضات بشأنها بعد اندلاع العنف في العراق في العام الماضي. الآن يريد الكاظمي طمأنة الشركات الأمريكية الكبرى في مجال الطاقة بأنه قادر ليس فقط على إحلال الأمن بل أيضا على مكافحة الفساد لخلق مناخ ملائم لتعود مرة أخرى لتعمل في النفط العراقي وتساعد العراق على اجتياز أزمته الخانقة بسبب انخفاض أسعار يعني. وهشام دعني أسألك هنا، لأنه حاولت أن أجد معلومة عن كبرى الشركات الأجنبية التي تستثمر في النفط العراقي، فرأيت الصين وروسيا، هل هذا صحيح؟ هناك طبعا الصين وروسيا، لكن الولايات المتحدة تريد وتقول يقول الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة أولى بهذه الاستثمارات. حتى الآن الظروف الأمنية لا تساعد أي شركة على البقاء في العراق والاستثمار. كثير من هذه الشركات لا سيما الأمريكية توقفت لأن عندما تقوم بحسابات داخلية ترى بأن التكاليف التأمين وتكاليف الحماية الأمنية ربما تنتقص الكثير من الأرباح التي يمكن أن تحققها في
العراق. الرئيس الأمريكي يقول بأن الولايات المتحدة أولى لما بذلته من تضحيات وجهود لإيصال العراق لما وصل إليه، بدءا بتغيير النظام، نظام صدام حسين، ثم ب إخلائه من تنظيم داعش وهزيمة تنظيم داعش. ويقول على هذه الصفقات الولايات المتحدة أولى بها، ويجب أن تحصل شركات كبرى على هذه الاستثمارات، وهو ما يدفع باتجاهه. شكرا جزيلا هشام برار مراسل الحرة في البيت الأبيض. مستمرون في هذه القصة زيارة مصطفى الكاظمي للولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك مسؤولين في الإدارة الأمريكية. هنا نتكلم مع السيد سمير الصميضعي السياسي والدبلوماسي العراقي السابق ومن واشنطن، السفير دوغلاس سليمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في العراق. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيادة السفير دوغلاس عن هذه الزيارة المهمة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. فتحت أبواب البيت الأبيض لمصطفى الكاظمي في حين لم تفتح لعادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي السابق. تفضل. أعتقد أنه في واشنطن وأنا شخصيا لدي احترام كبير لمصطفى الكاظمي، وهو وطني عراقي حقيقي، وقد جاء بتفويض من العراقيين الذين كانوا يتظاهرون في الشوارع في آخر سنتين، الذين يطالبون تغيرا أساسيا في طريقة إدارة الحكومة. المهام أمام الكاظمي وحكومته صعبة، وأنا متفائل من زيارته لواشنطن. أنا تحدثت مع أناس في إدارة ترامب، قالوا إن الموقف من رئيس الوزراء ووفده كان مختلفا عن الماضي، خاصة بالنسبة لقضايا أساسية مثل إصلاح الحكومة وتوفير الأمن في البلاد وفتح الاقتصاد. وأيضا بالمقابل الولايات المتحدة قامت بعمل الكثير لمد يدها للعراق، وجعل هذه الزيارة تتعلق ببناء أمريكا للعراق وليس أمريكا تحاول تمزيق العراق. هناك وجهان لنفس العملة، والعراقيون يقبلون أكثر رسالة المساعدات الأمريكية للعراق أكثر من محاولة أن أمريكا تريد الوصول إلى إيران عبر العراق. ما هي المقاربة سيادة السفير، خاصة وأنت تعرف موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وجود قوات أمريكية في العراق، ويقول إنه هذا أكبر خطأ في التاريخ الأمريكي ويريد سحب هذه القوات، ونحن نعرف إنه الإشكال في العراق إشكال أمني بالدرجة الأولى، فكيف يمكن أن يكون هنالك إشكال أمني ومعالجة اقتصادية سيادة السفير؟ بالنسبة للسؤال المتعلق بسحب القوات الأمريكية وقوات التحالف، لا يوجد شك حول هذا. سمعت اليوم من الرئيس أنه يأمل أن يكون العراق في نهاية المطاف قادرا على التعامل مع مسائله الأمنية، وأن أي قوات أمريكية أو قوات للتحالف لن تكون ضرورية. أهداف الطرفين متماثلتان، والسؤال هو التوقيت، متى سيحدث هذا؟ أنا قلت منذ فترة طويلة أن الجزء الاقتصادي من المعادلة أكثر أهمية بالنسبة لمستقبل العراق، وقد رأيت خاصة بالأمس في اللقاء بين بومبيو ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، رأيت أفعال ملموسة باتجاه الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، ومناقشات ملموسة حول النماذج والتفاصيل الخاصة بتخفيض قوات التحالف، وكانت هناك أيضا عقود هامة وحركة إلى الأمام في قطاع الطاقة، حيث الشركات الأمريكية التي كانت تحاول في بعض الحالات لسنوات ولكنها فشلت في الحصول على عقود من الحكومة العراقية، يبدو أنها فعلت ذلك مع هذه الحكومة. هناك شيء آخر سأذكره من اجتماع الأمس، وهذا مهم ربما لجمهور الحرة، وهو الرغبة في رؤية دول الجوار العربية، خاصة دول الخليج، السعودية والأردن وربما أبو ظبي، تعمل مع الولايات المتحدة لمساعدة العراق على بناء العراق وتقوية العراق ومنحه حرية عمل أكثر في مجال الأمن وفي مجال التنمية الاقتصادية. سيادة السفير سمير الصميضعي، أنت كنت سفيرا لدى العراق في واشنطن،
وقريب من دوائر صنع القرار، أهمية هذه الزيارة وكذلك المعطيين اللذين ذكرهما السفير دوغلاس، المعطى الأمني والاقتصادي؟ ليتني أشارك ضيفك الكريم هذا التفاؤل الذي يجتاح واشنطن الآن. يقال أن تعريف الجنون هو أن تكرر نفس العمل وتتوقع نتائج مختلفة. أولاً دعني أقول أن رئيس الوزراء الحالي الكاظمي رجل يختلف عن السابقين، ورجل يمكن الاعتماد عليه، وأنا أتمنى له كل النجاح، لكنه يواجه عدواً شرساً يقف على قدمين. القدم الأول هو الهيمنة الإيرانية، والقدم الثاني هو الفساد المتجذر والمستأصل في العراق، وهذان القدمان بينهما تنسيق كامل. أن نقول أن متابعة نفس السياسة وأن نتوقع شيئا جديدا، المزيد، كل رئيس وزراء يطلب المزيد من المعونات والمزيد من الإسناد من الولايات المتحدة. لماذا تقول نفس السياسة سيادة السفير؟ لأنها من حيث الجوهر نفس السياسة. علينا أن ندرك بأن أي فرضا لنأخذ الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي شركات استثمار، مشاريع كبرى لشركات أجنبية، كل ذلك شيء جميل، لكن مررنا على هذا مرات عديدة، والذي حصل أن كل الاستثمارات التي تأتي تستنزف في ماكينة الفساد الهائلة، وتتسرب الكثير منها إلى إيران، فهي وسيلة لدعم الاقتصاد الإيراني، والدعم والجهاز الحكومي الآن يمكن أن تفكر. ولماذا تعتقد أن إدارة ترامب ستسمح بذلك مرة أخرى سيادة السفير؟ نعم، لماذا تعتقد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستسمح بحدوث ذلك مرة أخرى، أن تعطى الأموال المساعدات للحكومة العراقية وتذهب لإيران؟ أتمنى أن لا تسمح، لكن الأمر لا يبدو أن هناك تركيز كافي على هذه الآلية التي تجري بها تسريب الأموال. الأموال تتسرب ولا تعود بالنفع على الشعب. الآن المشاريع الكبرى الانفراستراكشر وغيرها، العراق لم يبنى فيه شيء يذكر. هذه نقطة مهمة دعني أنقلها إلى سيادة السفير، إنه لطالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية سيد دوغلاس بجانب العراق، بجانبه اقتصاديا، بجانبه أمنيا، عسكريا، مع تدخل داعش، يعني في كل الجوانب، كيف يمكن أن تكون هذه المرة مختلفة بالمقاربة الاقتصادية، أن يستفيد بالفعل المواطن العراقي من الوجود الأمريكي؟ علي أن أتفق مع السفير الصميدعي أن العقبات خاصة من ناحية الفساد داخل البنية الحكومية هي صعوبات كبيرة، وبصراحة هذا ما منع آخر حكومتين في العراق من إنجاز أي استثمارات هامة في بنية القطاع الخاص. أعتقد أن ما تراه من هذه الحكومة خاصة من وزير المالية علي علاوي، ترى تغيراً في الموقف الأساسي للحكومة العراقية بالنسبة لهيكلية الاقتصاد العراقي والتركيز على الفساد، وهذا لم يحدث في الحكومات السابقة. أنا لا أعتقد أن هذا تكرار نفس الشيء من الماضي، وإنما محاولة لجلب القطاع الخاص الأجنبي إلى قطاعات في الطاقة مثلا، والمزيد من الدخل للحكومة وبناء البنية التحتية، بحيث يتمكن العراق من توفير أموال أكثر للبلاد في المستقبل. ولكن التركيز على الإصلاح الاقتصادي وأيضا إصلاح القوانين حتى يجعل من الصعب على البيروقراطيين والميليشيات من سرقة الأموال من خزائن الحكومة. بالنسبة للجانب السياسي أنا قلق، لأننا رأينا في الأشهر الأخيرة ترهيب واغتيالات في حق الناس الذين تحدثوا عن انتهاكات البيروقراطية
وانتهاكات بعض الأحزاب والميليشيات. أنا أفكر مع الأسف بالدكتور هشام الهاشمي واغتياله في الشهر الماضي، ولكن أناس مثل برهان يعقوب على ما أعتقد في البصرة، والذين تحدثوا مع أناس من القنصلية الأمريكية، هذه لن تكون حملة سهلة بالنسبة لرئيس الوزراء، وستتطلب تركيز حقيقي على تأمين العراق ومنع هذه المجموعات من الهجوم على العراقيين وترهيبهم، وأيضا حماية الاستثمارات الأجنبية التي تأتي لبناء العراق. مرة أخرى ما أسمعه من داخل إدارة ترامب هو أن المواقف والخطط والتفاصيل التي جاء بها هذا الوفد إلى واشنطن ومناقشاته مع الرئيس ووزير الخارجية ومسؤولين آخرين هي أكبر وتبدو أكثر جدية من أي إدارات عراقية سابقة. كلمة أخيرة سيادة السفير سمير الصميضاي. أنا أتفق مع سعادة السفير أن وزير المالية الحالي وهو صديق قديم وأعرفه معرفة جيدة مختلف تماماً عن الذين سبقوه، لكنني أشك في أنه سوف يستطيع الاستمرار حتى في مواجهة البعبع الكبير، بعبع الفساد والميليشيات. إن لم نستطع تحديد سلطة الميليشيات التي تدين بولائها إلى إيران لن تنجح أي محاولة، لا على الصعيد الاقتصادي ولا وكيف يمكن أن يكون ذلك؟ ولا على الصعيد الأمني. هذا سألتك سيادة السفير كيف يمكن أن يكون ذلك؟ أنا أقاطعك لأنك تطرح نقاط مهمة. إذا عندك 20 دقيقة 30 دقيقة ممكن أدخل في هذه باختصار التفاصيل. باختصار 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 الجيش يجب أن يعزز وتقطع أجناح الميليشيات. الميليشيات هي خارجة عن القانون أصلا، خارجة عن الدستور أصلا. الآن الجيش يضعف لصالح الميليشيات، يجب تقوية الجيش بمساعدة أمريكية ومساعدة خارجية في كل الأحوال، مساعدة حقيقية عملية على كل الأصعدة، والتقليص تدريجيا من هيمنة الميليشيات. في اليومين الثلاثة الأخيرة اغتيل عدد من الناشطين في بغداد والبصرة، كل يوم في اليومين الأخير حوالي 5 أو 6 أشخاص اغتيلوا لأنهم ناشطين، لأنهم يعارضون الهيمنة الإيرانية. هذا الأمر خطير، ولن تنجح أي خطط لتعزيز التيار الإصلاحي في الحكومة إن لم نعالج القضية الجوهرية وهي الهيمنة الإيرانية من خلال ميليشياتها. أشكرك جزيلا على هذا الكلام والنقاط المهمة سيادة السفير سمير الصميضعي السفير العراقي الأسبق في واشنطن، وكذلك سفير واشنطن في بغداد الأسبق سيادة السفير دوجلاس سليمان. شكرا لكما لهذا الحديث. بقية